أثني لكم السيدات والسادة الأساتذة والطلبة على اختيار هذا الموضوع المهم، وأتمنى أن يستفيد كل المشاركين وخاصة الطلبة من المداخلات القيمة المبرمجة. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير لوطننا الحبيب، ألهمنا سبل الرشاد لتحقيق أسس تقدمه ورقيه العلمي والاجتماعي والاقتصادي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، السادة رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، السيدات والسادة الأساتذة، السيدات والسادة الإداريين، السادة ممثلو منابر الإعلام، السادة ضيوف الكرام، بناتي وأبنائي، الأستاذات والسادة الأساتذة بالكلية المتعلقة بالتخصصات والعلاج. لا أنسى أن أجدد الشكر كذلك لعزيزاتي وأعزائي الطلبة. وأنا جد سعيد اليوم يعني أن ننظم هذا يعني الحفل العلمي البهيج والذي كان مستعد يكون يطلق على العقود أسماء معينة، فكانت العقود يعني تعقد هكذا ولا تسمى بأسماء، ولذلك كانت عقودا غير مسمات، ولذلك بقي هذا الأثر حتى في القرية العاصمة نجد في جانب. يصدر عن إطارة باتفاق مع الطرف الآخر لإحداث واحد أثر قانوني. سير على الله. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. جد سعداء بالحضور في هذه الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية المهمة حول الأمن التعاقدي أو القانون التعاقدي، وهي في الحقيقة عرس علمي متميز، لأن بالنسبة لنا هو انطلاقة لمجموعة من الأنشطة العلمية في ملحقة الكلية المتعددة التخصصات بمدينة القصر الكبير، ومثل هذه الأنشطة مهمة ومهمة جدا لإطراء النقاش ولتبادل البكالوريوس القانون والسياسات العمومية بكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير وكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، وذلك بهدف معالجة موضوع في غاية الأهمية ألا وهو العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة. وكما يعلم الجميع بأن العدالة التعاقدية سوف يناقشها مجموعة من الدكاترة المحترمون بدءا من الدكتور سيدي محمد بن يعيش، وكذا الدكتور أحمد ريسوني، وكذا الدكتور خليل لواح، وكذا الدكتور مولود سمعي. الدكتور عبد الجبار المراكشي استاذ القانون العام للكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير. اليوم نعيش حدثا علميا بارزا حول موضوع العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة الذي ينظمه كل مركز أكاديمي الدراسات القانونية والقضائية أكاديمية، وكذلك مركز عبد الملك السعدي للأبحاث القانونية، وكذلك الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش وبكالوريوس القانون والسياسات العمومية من كلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير. هذا الحدث العلمي البهيج يندرج في إطار تقريب يعني المعرفة من طلبة القصر الكبير، وهذا يعني من خلال يعني تقريب هذه المعرفة يعني نحاول أن نبتدع مجموعة من الأنشطة العلمية التي تعتبر كتكميل معرفة الطالب بالإضافة إلى المحاضرات التي يعني يأخذها الطلبة عبر المدرجات من خلال الدروس، نأتي وننظم مثل هذه الأنشطة العلمية البارزة. واليوم يحضر معنا قامات علمية يعني معروفة على مستوى مدينة القصر الكبير، على رأسهم الأستاذ عبد السلام الحدو، كذلك الأستاذ القدير
يعني عضو محكمة النقد بن عيش إلى غيره من الأساتذة يعني الذين المتخصصين في هذا المجال ألا وهو العدالة التعاقدية في ضوء التحولات المعاصرة. شكرا. أستاذ عبد الكريم حيا أستاذ كلية الحقوق كيكون في طنجة ورئيس مركز علم الملك السعودي للأبحاث والدراسات القانونية. إطار اللي جات في هذه البورصة؟ جات في إطار واحد يوم دراسي تقدمت به المركز الأكاديمي للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية مع مجموعة من الفعاليات والمراكز من مركز الملك السعودي وكلية التخصصات إيش هو الملحقة بالقصر الكبير. وهذا اللقاء جاب واحد الموضوع اللي هو العدالة التعاقدية في ظل التحولات المعاصرة. أنتم تعلمون جميعا أهمية هذا الموضوع واللي غيساهم إن شاء الله في إثراء النقاش العلمي داخل مدينة القصر الكبير. أنا جد سعداء أنا كرئيس مركز العلم الاقتصادي أن أكون شريكا فيه. وهذا الموضوع يتقاطع مجموعة من الحقوق المعرفية خصوصا القانون الخاص والقانون العام حيث هذا العقد من بداية التكوين ديالو حتى تنفيذي حتى نهايته تتقاطع كما قلت مجموعة ديال يعني تخصصات القانون العام اللي كيكون واحد الطرف متفوق اللي هو اللي كيمثل المصلحة العامة على الطرف الضعيف اللي هو المتعاقد مع الإدارة أو يوم أن تكون العقد عادي ما بين أطراف عندهم نفس الدرجة التكافؤ. وبالتالي هناك تكون مجموعة من الإشكاليات والسادة الأساتذة المتدخلين يحاولوا يجاوبوا على مجموعة من الإشكاليات اللي تقولوها نحو تحقيق العقد هذه العدالة التعاقدية. وشكرا لكم جميعا. متنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.